دي مقبرة من الأسرة 19 والأسرة 20، بتحمل اسم تاسورت وستنخت. It's interesting، زي ما انت شايفين كذا حاجة. دي مراحل خروج الروح من البني آدم، وهنا ده الجعران اللي فوق ده بيرمز لأن الموتى بيوصل لهم أكل، وفي أشكال حيوانات دي هنا، وهنا الست دي فيها أعضاء راجل وهي ست، حاجات جميلة جدا. ده بقية المدخل بتاع المقبرة، وده آخر المقبرة.